البحر والميناء والنخيل وقصة ما هزها الذبول، من دارين تستيقظ الحكاية القديمة، وبين الساحل والميناء قصة العشق والعشاق. من محافظة القطيف هنا دارين وهزوجة الأمنيات. المسك والعنبر، الآثار والتاريخ ورائحة من أروقة دارين. دارين قيثارة البحر وتراتيل الذكريات. دارين حياتها حلوة الأول، ما حد يشتكي من الثاني، ما حد يقول لا ولدك طقني، لا ما يمشي هالكلام. دارين واحدة من قلبي يعني، قطعة وفيها كل الميزات من كل حاجة. منذ القدم ومن قبل الميلاد ذكرت دارين وتوارد اسمها في كتب التاريخ وأشعار العرب. يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعن من دارين بجر الحقائب. طبعا هذا الحي حي دارين في فريج البن علي، طبعا هذا بيت راشد بن فاضل بن علي، نسميه بيت العود. فتح البن علي الذي عشق دارين تعلق بالأرض، فأنشأ متحفا ليعرف الزوار على العمق التاريخي للمكان. وهذا البيت طبعا سويته تاريخ للبلد، جميع البيوت القديمة كلها زيلت، بقي أشياء قديمة ولكن حافظنا على شيء منها يحمل تاريخه وهويته. الهدوء الذي يتسرب بين الأزقة المتعبة، البيوت العتيقة تضج بحنين الراحلين، ودارين قصة الحب على شرفات الانتظار. محمد الحمادي، الإخبارية، دارين.